ابو جبل وقع النادي الاهلي، هل فعلا ابو جبل هيكون بديل محمد الشناوي في النادي الاهلي؟ وده الخبر الاول معانا. الخبر الثاني وهو بوشكتاش التركي يخطف مهاجم الاهلي، والخبر الثالث والاخير محمود شبانه لاعب نادي اسوان ونادي الزمالك، وده اللي هنتكلم فيه في الفيديو بتاع النهارده. ولكن قبل ما ندخل في التفاصيل، اللايك الجميل بتاعك واشترك في القناه وفعل زر الجرس، ولو انت على الفيس ما تنساش تعمل لايك او متابعه للصفحه. وتعالوا نروح نبدا بموضوع محمود شبانه مدافع اسوان، واللي باتريس كارترون المدير الفني بتاع نادي الزمالك معجب جدا وبيشيد دايما بهذا اللاعب. طبعا باتريس كارترون عايز اللاعب ده باي طريقه، ومن فتره كبيره وهو بيتكلم على اللاعب نادي اسوان موافق جدا على رحيل اللاعب، ولكن نادي اسوان اشترط كده شرط بسيط خالص، وهو ان احنا مش هنتكلم في اي حاجه غير لما نخلص كل المباريات بتاعه مسابقه الدوري الممتاز، ونتمنى اننا نكمل في الدوري الممتاز. ده كان رد نادي اسوان. وايضا نادي اسوان قال ان احنا مش هنتكلم في اي مبالغ ماديه بخصوص الموضوع ده، علشان اللاعب ما نشتتش التركيز بتاعه واللاعب يفضل مستمر بنفس الاداء بتاعه. ولكن اولا واخيرا اللاعب زملكاوي، واللاعب خلاص كده ما دامت فيه موافقه من نادي اسوان، وباتريس كارترون معجب باللاعب، فاللاعب كده بعد نهايه الدوري او نهايه المباريات بتاعه نادي اسوان، اللاعب بنسبه كبيره جدا هيكون في نادي الزمالك، وهيكون مدافع الزمالك الجديد. وده بخلاصه موضوع محمود شبانه ونادي الزمالك. تعالوا بقى نروح كده لموضوع ابو جبل. ايه موضوع ابو جبل او ايه موضوع النادي الاهلي؟ هل فعلا ابو جبل ممكن يروح النادي الاهلي؟ حاجه كده تحسها كده حاجه ساذجه، حاجه كده يعني ما حدش يصدقها بمعنى اصح. المهم كده يا سيدي، باختصار شديد جدا، ابو المعاطي زكي على قناته على اليوتيوب اتكلم في النقطه دي ووضح وقال ان ابو جبل في احد وكلاء اللاعبين اتكلم ودخل عمل كده مثلا لينك ما بين النادي الاهلي وما بين ابو جبل. ايه وكيل اللاعبين ده اتكلم وقال ان ابو جبل مرحب ويرغب في الانتقال الى النادي الاهلي، لان طبعا ابو جبل ما بيلعبش بقاله فتره، باتريس كارترون ما قعده على الدكه، فاللاعب زهق، اللاعب مش بيعاني ماديا، اللاعب بيعاني من عدم المشاركه في المباريات، اللاعب نجم، اللاعب في المنتخب الاولمبي تحت محمد الشناوي على طول، كلام كتير جدا من هذا القبيل. فقال لك ان اللاعب او اللاعب الحارس عنده كده رغبه انه ينتقل الى النادي الاهلي، لان طبعا الحارس هينتهي العقد بتاعه مع نهايه الموسم المقبل. بالنص كل الكلام اللي انا قلته ده قاله ابو المعاطي زكي على قناته على اليوتيوب. يعني كده نفهم من كده ان ابو جبل ممكن يروح النادي الاهلي، وليه لا؟ وليه لا ان ابو جبل ما يروحش النادي الاهلي، في حين ان نادي الزمالك اصلا عايز يطلع حارس او اتنين من الحراس بتوعه يبيعهم خالص. دي حاجه. الحاجه الثانيه، النادي الاهلي بيدور على حارس بديل لمحمد الشناوي، يعني وليه لا؟ باختصار شديد جدا موضوع ابو جبل والنادي الاهلي، ابو جبل ممكن يروح النادي الاهلي. ما بقولكش اكيد، ما بقولكش ده الكلام ده انا جايبه من دماغي او من وحي الخيال، لا الكلام ده اساسي، واللي اتكلم فيه حد جنراليست او حد صحفي رياضي كبير وناس كتير قوي بتسمع له، وهو ابو المعاطي زكي، وده موضوع ابو جبل. تعالوا بقى نروح للموضوع بتاع لاعب النادي الاهلي او مهاجم الاهلي احمد ياسر ريان، لاعب النادي الاهلي، واللاعب طبعا مميز جدا واللي عامل سيزون جميل جدا واكثر من رائع موسم 2021، خلى طبعا معظم الانديه تبص عليه، ومنهم بوشكتاش التركي بعت فاكس رسمي او دخل في مفاوضات رسميه مع النادي الاهلي، وهناخد اللاعب مقابل 3.5 مليون يورو. طبعا النادي الاهلي رده كان لا، قطعا لا. ليه يا عم انت مش موافق ما دامت انت مش عايزه؟ مثلا النادي الاهلي قال لك لو انا مش هرجع احمد ياسر ريان يبقى خلاص كده احمد ياسر ريان يروح النادي اللي هو عايزه او العرض اللي هيجيله، بس في حاله واحده بس لو هنستفاد باكبر قدر من المال، يعني لو هناخد فلوس ترضي اللاعب وفلوس ايضا ترضي النادي، احنا ما عندناش اي مشكله ان اللاعب يرحل في حاله لو احنا مش عايزين اللاعب يرجع للنادي الاهلي. ولكن انا بقول لك احمد ياسر ريان هيرجع النادي الاهلي، وممكن يطلع اعاره او ممكن كمان يحترف بره، ده كله جايز. ولكن اخر تقارير طلعت من بيتسو موسيماني وهو ان احنا هنرجع احمد ياسر ريان. ده كان الفيديو باختصار شديد جدا، فما تنساش تكتب لي رايك في التعليقات، وايضا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس.